اول مره تفتح مع حدا. خلي عنك. طيب شرف معي حتى ندور عن لسه. وهيك بدنا ندور عن لسه؟ ايه؟ بيحكوا علي من الناس. لا. بعدين انا بنفلس. طيب الحقني لحتى ندور عن لسه. قبل ما تروح يا استاذ اذا بتريد. يعني انا مصروفي من ابي. شورو بدي ارد احكي، ما لي فرصه غير الفرصه. انا مصروفي من ابي عم باخده من 3 سنين، ما خليت مسرح ما حضرته. شو هالحكي هذا؟ بدي مثل انا هاي فرصتي. معلش يا حبيبي، انت منين فتت؟ شو منين فتت؟ انا طلعت من الجمهور. انا هاي المره 25 بحضر هاي المسرحيه. بحياه الله لك. طيب ممكن تستناني شوي؟ ما بستنى، انا بدي مثل. لا هي مسرحيه. انا بحس حالي موهوب وبدي مثل يا اخي. طول بالك. ما خليت مسرحيه بالبلد ما حضرتها 3 مرات 4 مرات. طول بالك الله يرضى عليك. انا مطول بالي. في مسرحيه وفي جمهور. انا هلا بدي اخذ فرصتي قدام العالم كله. لك يا استاذ يا حبيبي تفضل. انا يعني لا تحرجنا انت الله يخليك. انا مالي عم بحرجك. انا اسمح لي بس انت يا استاذ ياسين الله يخليك 5 دقائق. ما بدي 5 دقائق، دقيقه. لك يا عمي مسرحيه هي مستمره، ما بيصير انت تفوت فيها. اخي اسمحوا لنا بدقيقه اذا بتريدوا يا جماعه، بدي امثلكم انا غير هالتمثيل هذا اذا بتريدوا. عمي اذا بتريد الله يوفقك، خلينا نكمل شغلنا الله يرضى عليك. يا اخي بس دقيقه يا استاذ ياسين الله يخليك. مشان الله يا عمي دقيقه يا استاذ ياسين الله يخليك، دقيقه بس خليني امثل لك. حي الله مشهد بدك يا حي الله مشهد. يا سلمان فرصتي قدام العالم انا. يا سلمان يا استاذ ياسين دقيقه بس. منين اذا شفتك؟ شوف الله يرضى عليك. يا لحظه الله يرضى عليك. انا معك انا معك. هذا مسرح هذا مسرح هذا خليك معي بس. لك لحظه ما بتحترم المسرح انت؟ انا اللي بحترم المسرح. مسرحي شغال شو بتفوت انت لهون؟ طول بالك طول بالك يا استاذ اذا بتريد. روح لك استاذ ياسين لحظه لحظه يا استاذ ياسين اذا بتريد. ارجوك لحظه بدي بقول لك مشهد غرام. انا بحبك انا بموت فيك. طول بالك طول بالك طول بالك استاذ سلمان لحظه يا استاذ سلمان طول بالك. يا استاذ مين حضرته؟ مين حضرته؟ يلا يا استاذ مخرج برا. يا استاذ مخرج يا استاذ اطلع برا. طب لحظه في لحظه بعدين بعد العرض انت بتاخذ اللي انت عايزه. يا استاذ في لحظه طب بقول لكم على شغله. بقول لكم على الكاميرا الخفيه.